بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم مع بعض على الفاينايت اوتوميتا. الفاينايت اوتوميتا هي graphical representation للregular expression. برسم الregular expression او بعبر عن الregular expression برسمة. طيب ايه علاقة الفاينايت اوتوميتا بالregular expression باللانجوج؟ اللانجوج احنا قلنا هي مجموعة كلمات بينطبق عليهم condition معين، عشان كده حطيتهم جوه set of strings. السترينج دي بتتكون من الفابت، من حروف. طيب الريجولار اكسبريشن قلنا هي الجنرال فورم بتاعه اللانجوج دي. يعني ايه جنرال فورم بتاعه اللانجوج؟ يعني جنرال فورم لو انا عندي اي كلمه غريبه اقدر اطبق عليها او اطبقها على الريجولار اكسبريشن، وهو يبدا يحدد لي هي بتنتمي لللانجوج دي ولا لا. الفاينايت اوتوميتا هي بقى الرسمه بتاعه الريجولار اكسبريشن، بعبر عن الريجولار اكسبريشن بتاعي برسمه. طيب ده معناه ان لو انا عندي لانجوج اقدر اعرف الريجولار اكسبريشن بتاعتها واقدر ارسم الفاينايت اوتوميتا بتاعتها. لو انا عندي regular expression اقدر احسب منه اللانجوج بتاعته، اقدر افكه واطلع اللانجوج بتاعته واقدر ارسمه اطلع الفاينايت اوتوميتا. الفاينايت اوتوميتا نفس الكلام، لو انا عندي فاينايت اوتوميتا اقدر اطلع منها او اعرف منها regular expression شكله ايه، ومن regular expression اقدر اعرف اللانجوج. يعني التلاتة مرتبطين ببعض، لو عندي واحدة فيهم اقدر احدد او اقدر اطلع الاثنين التانيين. طيب اي graphical representation بيبقى ليه مجموعة notations. ايه هي الحاجات اللي برسم بيها؟ احنا هنا في الرسمة بتاعتنا او في الفاينايت اوتوميتا هنستخدم الدايرة والسهم، وعلى كل سهم هنبدأ نحدد انا بتنقل من الستيت دي للستيت دي ازاي. يعني ايه؟ يعني بصوا كده على الرسمة اللي قدامي. الزيرو هي الستارت ستيت، هي البداية بتاعتك، خط البداية بتاعتك. طيب الزيرو دي لو جالها حرف الايه، يعني لو اول حرف في السترينج اللي انت عايز تعرف او عايز تعمل له تشيك دوت، لو اول حرف فيها ايه هينقلك على ستيت نمبر 1. طيب لما اقف على ستيت نمبر 1 لو جالي ايه هروح على ستيت نمبر 3. ستيت نمبر 3 فيها دايرتين جوا بعض، ده معناه ان هي فاينل ستيت. هنا اقدر اقول ان اللانجوج خلصت. بمعنى نبص كده كمان، لو جالي بي، البي من 0 هتوديني على 2، لو جالها ايه هتفضل تلوب على نفسها. طب 2 لو جالها بي هتروح على 3. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو الكلمة اللي عندي هي عبارة عن A B B A A، انا عندي كلمة string A B B A A، فعايز اعرف هل السترينج ده بيحقق او بينطبق على الفاينايت اوتوميتا دي ولا لا. اعرف ازاي؟ احنا قلنا اول حاجة عندك A B B A A، لو انا جالي انا واقفه في الستارت ستيت، لو جالي A هبدا اتحرك اروح فين؟ هروح على ستيت نمبر 1. طيب لو جالي B هروح ارجع تاني اقف في ستيت نمبر 1. طب لو جالي B كمان هفضل في ستيت نمبر 1. اديني بلوب، احنا اتفقنا ال B بتلوب على ستيت نمبر 1. طيب بعد ال B A هتنقل على ستيت نمبر 3، A كمان هتنقل على ستيت نمبر 3. يبقى هل السترينج اللي انا قلته ده بينطبق على الفاينايت اوتوميتا دي؟ اه. طب لو جينا قلنا كده string تاني b b a b، هل string ده ينفع يطلع من الرسمة دي؟ هشوف انا واقفة على ال start state بتاعتي وابدأ اسأل نفسي، هو دلوقتي اول حاجة ايه؟ b، يبقى هتنقل من 0 على state number 2. طيب بعد كده b تاني، فمن state number 2 ل state number 3. طيب وانا واقفة على state number 3 جالي حرف ال a، هلوب كمان على الستيت نمبر 3 وهفضل واقفه مكاني. الحاجه السترينج اللي بعد كده او الالفابيت اللي بعد كده بي، البي هلوب على نمبر 3 وافضل واقفه مكاني، يبقى انا كده تمام. طب لو جينا بصينا على سترينج تاني زي اي بي استريك، اي بي استريك اي اي، ادي الاي بي استريك اهي بتلف على نفسها اي وبعدين اي مره كمان، يبقى انا كده عرفت ازاي لو انا عندي اي سترينج ابدا ابص على الفاينايت اوتوميتا واعرف اي سهم خارج من ستيت نمبر 0 رايح لستيت نمبر 1. ده معناها ان الحرف ده هينقلك من الستيج بتاعه ال0 لغايه الستيج بتاعه ال1. طيب لو انت عندك ستيت نمبر 0 فيها، بصوا كده هنا على الرسمه دي ستيت نمبر 0، الاوتبوت بتاع الاي بيوديها على ستيت مختلفه والاوتبوت بتاع البي بيوديها على ستيت مختلف. طيب لو بصينا كده مع بعض على رسمه زي دي، بصوا كده هنا state number 0 قلنا ال دي الشكل ده شكل ال empty string، ف state number 0 ودتني جالها empty string ودتني على 1. الواحد لما جالها بصوا الواحد خارج منها كام سهم؟ 2. ادي السهم الاولاني وادي السهم التاني. السهم الاولاني الانبوت اللي عليه ايه؟
يعني معنى كده ان state number 1 لما يجي لها ايه هتروح على state number 2. طب والسهم التاني برضو عليه ايه؟ شايفين؟ يعني the same input نفس الانبوت بيوديك على two different states, state number 2 او state number 3. طب هحكم بناء على ايه؟ هعرف منين انا رايح على state number 2 ولا على state number 3؟ على الحرف اللي بعد الـ A. لو الحرف اللي بعد الـ A B فهتضطر تروح على state 2 عشان تعرف تتحرك بالـ B تروح من 2 لـ 3. طيب لو جالك AA فالـ A الاولانية هتنقلك من state 1 لـ state 3, واللي بعدها A هتنقلك على state 4. او لو مفيش بعدها حاجة تاني يبقى الـ empty string, يبقى برضو الـ A هتنقلني على state 3 عشان اقدر اروح على الـ finite state. ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ احنا قلنا في الرسمة الاولانية هنا انا عندي كل الانبوت الواحد بيوديني على ستيت واحدة, دي اسمها Deterministic Finite Automata DFA, Deterministic Finite Automata. طيب لو زي هنا في الشكل الاولاني, في الشكل التاني اللي احنا شفناه مع بعض, عندي the same input نفس الانبوت بيوديني على two different state, مرة على الاثنين ومرة على التلاتة, دي اسمها NFA, Non-Deterministic Finite Automata. مين الاحسن؟ طبعا Deterministic Finite Automata. ليه Deterministic Finite Automata افضل؟ لان في Deterministic Finite Automata كل string او كل alphabet في string معتمد على ذاته, انا عارف لما يجي لي كذا هروح على كذا, لما يجي لي كذا هروح على كذا, مش هاخد اول input اللي هو الايه وافضل قاعد مستني اشوف مين اللي وراه عشان اعرف انا هتحرك في انهي اتجاه. ده الفرق ما بين Deterministic Finite Automata والNon-Deterministic Finite Automata. طيب بعد كده لو احنا عايزين نبص بقى دلوقتي احنا عندنا من عرفنا يعني ايه Finite Automata وعرفنا بتترسم ازاي او شكل الرسمة ايه وبنحتاج فيها ايه. طيب لو بصينا كده مع بعض ايه بقى الاسئلة اللي ممكن اتسأل عليها؟ احنا قلنا ان انا ممكن احول من Regular Expression, ان انا يبقى عندي Regular Expression وارسم Finite Automata بتاعته. يعني انا هديك Regular Expression وابدأ اقول لك قولي رسمته شكلها ايه. بصوا كده معايا, بيتحل او بيتفك على ثلاث خطوات. ايه هما الثلاث خطوات؟ احنا عارفين مع بعض ان regular expression بيبقى الحاجات اللي فيه يا اما plus يا اما dot يا اما الاستريك. طيب لو هما plus, plus معناها ايه؟ معناها or, يا اما الr يا اما الs. فلما اجي افكها على الرسمة هفكها بالشكل ده, سهم للr وسهم للs. طيب لو انا عندي dot, الdot معناها ايه؟ الضغط معناها ان الار جت الاول وبعدين الاس, يعني هرسمها بالشكل ده, هحط سهم الار ودي سهم اللي وراه على الاس. طيب الاستريك, احنا قلنا الاستريك يعني لوب, واتفقنا ان اللوب دي ليها حل من الاثنين, يا اما ممكن اللوب ما تحصلش عشان كده قلنا بنحط في الاي استريك او في البي استريك او اي حاجه استريك. اول حاجه بحطها الامبتي سترينج لان ممكن الكونديشن بتاع اللوب ما يدخلش اصلا. يعني لو انا بلوب اي استريك وجالي السترينج اللي انا عايز اعرفه جالي بدايته بي, هل هيدخل؟ لا مش هيدخل لان اللوب اللي عندي اي استريك فهي الاي بس اللي بتلوب, لكن لو جالي بي مش هتدخل, يبقى كده الكونديشن ما اتحققش فعشان كده في امبتي سترينج. وبعد كده ادي اللوب عماله بتلف, الار بتلف والامبتي الثانيه ديت علشان لما اوصل لاخر اي او اخر بي الاقي حاجه تكسر الكونديشن فاعرف اخرج من اللوب. يبقى عشان افك الاستريك بيبقى عندي امبتي سترينج وامبتي سترينج وفي النص فيه اربت لف. لو عندي a dot b هرسم السهم الاولاني في ال a وبعد كده السهم الثاني في ال b. لو عندي a plus b يبقى ال a او ال b, يا اما ال a يا اما ال b, يعني عندي سهمين خارجين من نفس الستيت. طيب نبدا نشوف الكلام ده عملي على اكزامبل. لو انا عندي regular expression بالشكل ده وعايز ارسمه عشان اعرف ارسم to construct an NFA for A asterisk plus AB, هبدأ على كام خطوة؟ اول حاجة بتتفك ال plus, لان ال plus معناها يده يعني عندك طريق يا اما A asterisk يا اما طريق في AB. طيب هبدأ افكهم ازاي؟ بصوا احنا قلنا ال plus بعمل سهمين مختلفين, ادي طلع لي من الاس لغايه الاف اي استريك واي بي. طب الخطوه اللي بعد كده عايزه افك الاي استريك وعايزه افك البي. بصوا كده هفك الاي استريك, احنا قلنا فكت الاستريك ازاي؟ امبتي سترينج
وبعد كده في empty string وفي loop في النص بلوب عليها الحاجة. أنا بلوب A بلوب A asterisk فعشان كده اللوب عليها ال A. طيب ودي ال A B نزلت زي ما هي ما فكتهاش، هنزل بعد كده أفك ال A B. ال A B هتتفك ازاي؟ ال A الأول وبعدها ال B. طب هل كان ممكن أفك الاثنين في نفس ال step؟ أو ممكن بس يعني يفضل عشان ما نتلخبطش نعملها على 2 steps. الاس والاف ديت اللي موجوده عندي في الدوائر انا بسمي الستيتس يا اما ارقام يا اما حروف. الاس ديت ستاند فور ستارت والاف دي ستاند فور فاينل. خلي بالك ان لازم تعلم الفاينل ستيت بتاعتك انها فيها دايرتين جوا بعض، يبقى ممكن تترقم 0 1 2 3 ممكن تترقم A B C D E، بس يعني يفضل بلاش A B C لان A B C D هي الA او الA والB لان هما الحروف اللي موجودين على الرسمة فعلشان ما نتلخبطش. يبقى انت عندك الستيت يا اما تترقم حروف يا اما تترقم ارقام. طيب بعد كده هنبص مع بعض على حاجة كمان. انا اقدر ان انا لو انا عندي بقى finite automata وعايز ارسم regular expression بتاعها او عايز احول الفاينايت اوتوميتا للregular expression هبدا اعملها ازاي؟ هبدا ابص على شكل الفاينايت اوتوميتا اللي عندي. طيب شكل الفاينايت اوتوميتا اللي عندي بالشكل ده، بصوا كده انا عندي فاينايت اوتوميتا بالشكل ده. الفاينات اوتوميتا ديت هتوصلني لان انا اكتب لها regular expression. طيب regular expression بيتطبق ازاي؟ لو تفتكروا احنا لما كان عندنا الاول رسمة فيها ناحيتين فقلنا هي A plus B، احنا قلنا ان plus هي اللي بتتفك على سهمين ودايما ببدأ من ال start state بتاعتي، ادي ال A وادي ال B، يعني which is mean ان انا عندي ال regular expression بتاعي فيه حاجتين، حاجة plus حاجة. طيب هبص كده ال B بتروح على 2 بس 2 مش final state، يعني ده معناها ان لو انا اول حرف b وايا كان ايه اللي وراه بقى a او b بيلوب على نفسه فده معناه ان انا هفضل الوب من غير نهايه مش هخرج، ده مش final state ومفيش سهم بيرجعني من 2 ل 0، فيبقى ده معناه ان انا هاجنور الاحتمال ده. الاحتمال ده هو اللي هيمشي ليه؟ لان هو ده اللي بيوصلني للفاينل ستيت. a رايحه على A أو B بيلوبوا على بعض، يعني ممكن تبقى A مضروبة في A plus B واللوب كل والقوس كله عليه أستريك. طيب افرض الاثنين كمان كانت final state، هل ده ينفع؟ آه ينفع. من قواعد الفاينايت أوتوميتا إنها ليها start state واحدة بس، بس ممكن يبقى ليها أكتر من final state. أنت ليك نقطة بداية واحدة بس، بس ممكن يبقى ليك أكتر من state نهائية ينفع تنتهي عندها. طيب لو كانت ال state 2 كمان final state، يعني لو كان هنا في دايرة كمان كان هيبقى ايه ال regular expression بتاعي؟ كنت همشي مع التراك ده لغاية لما خلصه اللي هو A مضروبة في A plus B الكل أستريك زائد ال B مضروبة في A plus B الكل أستريك، ده في حالة ان الاتنين هي كمان final state، لكن احنا هنا عشان ال 1 بس هي اللي final state فانا بإجنور الجزء بتاع ال B. يبقى انت regular expression بتاعك A plus B all asterisk. طيب بعد كده ممكن ايه كمان نعمله؟ دوسوا كده في لكل finite automata سواء كانت DFA او NFA حاجة اسمها transaction او transaction table، حاجة اسمها transaction table. ايه هو transaction table ده؟ هو table لما بتشوفه بتقدر تعرف كل state لو جالها element معين هتتحرك ولا لا، ولو ما تتحرك هتتحرك تروح فين. يعني ايه؟ بصوا كده هنا ال finite automata بتاعتنا ديت، انا دلوقتي عندي كام state؟ عندي state q0 q1 q2، ال current state بتاعتك q0 q1 q2. ايه هي الالفا بت اللي موجودة على الرسمة بتاعتك؟ ال 0 وال 1. في اي حاجة تانية؟ فيبقى 0 و 1. السيت دي او السيل ديت بدور فيها على ايه؟ الكيو زيرو لو جالها زيرو هتروح فين؟ فانا هقف على الكيو زيرو واشوف فين الزيرو، اهي بتلوب على كيو زيرو، فعشان كده كيو زيرو لو جالها الزيرو هتروح على كيو زيرو، هتفضل بتلوب على نفسها. طب كيو زيرو لو جالها 1، خلي بالكم من الدايركشن بتاع السهم، كيو زيرو لما يجيلها 1 هتروح على
Q1 فعشان كده Q0 مع ال1 راحت على Q1. طيب مرة كمان انا عايز اعرف ال Q1 لما يجي لها 0 او 1 هتروح فين؟ فهقف على Q1 وبص لو جالها 0 هتروح فين؟ هتتحرك ناحية Q2. طيب لو جالها 1 بصوا ال1 اهو فQ1 لما يجي لها 1 هترجع تاني لQ0 يبقى ادي Q0 Q1 مع 0 هتروح لQ2 Q1 مع ال1 هتروح لQ0 نفس الكلام وانا واقفة على Q2 Q2 لو جالها 0 هترجع تاني لQ1 طيب لو جالها 1 هتفضل تلوب على نفسها طيب نخلي بالنا من حاجة كمان مهمة جدا لو انا معايا الترانزيشن تيبل اقدر ارسم الرسمه لو انا معايا الرسمه اقدر اطلع منها الترانزيشن تيبل طيب ده معناه ان انت الرسمه بتاعتك عباره عن نودز والفابات وشويه اسهم النود اشوفها لما يجي لها الالفابات المعين ده هتروح فين بصوا كده الرسمه دي كمان انا عندي الرسمه بتاعتي فيها ستيت اس وستيت اف والحاجات اللي بتتكون منها السترينجز او السترينجز اللي انا بدور عليها 0 1 فاينل فانا وانا واقف على الستيت اس لو جالي 0 هعمل ايه هفضل الوب على نفسي طب لو جالي 1 هروح لستيت اف طب وانا واقف على الاف لو جالي 0 هفضل الوب على نفسي لو جالي 1 هروح لاس يبقى انا كده لو انا عندي اي regular expression اقدر احسب الفاينايت اوتوميتا بتاعته وبعد كده اقدر اطلع اللانجوج بتاعته ولو انا عندي لانجوج اقدر احسب finite automata وارسم اقدر ارسم الفاينايت اوتوميتا واحسب الريجولر اكسبريشن والعكس والفاينايت اوتوميتا عشان ينفع تترسم لازم يبقى يا اما يبقى عندي regular expression يا اما يبقى عندي الترانزيشن تيبل الترانزيشن تيبل دوت لو معايا اقدر ارسم طب لو انا معايا رسمه اقدر اطلع منها الترانزيشن تيبل الترانزيشن تيبل ده هو جدول بيوضح لي التحركات كل ستيتمنت لما يجي لها سترينج معين هتروح بيه فين ايه الفرق ما بين ال NFA وال DFA Deterministic Finite Automata Non-Deterministic Finite Automata زي ما قلنا كل transition بتوديني ل only one state لكن هنا a transition could lead to a subset of states يعني اكتر من state مين فيهم الاحسن طبعا قلنا ال DFA عشان ال DFA بتبقى خلاص انت عارف انت بتتحرك